مراجعة دروس التربية الإسلامية للصف التاسع الفترة الدراسية الأولى في مجال العقيدة حياة البرزخ. سؤال الأول: ما الحقيقة الكبرى التي يجب الاستعداد لها بالعمل الصالح؟ الإجابة: أن الله تعالى هو واهب الحياة وبيده استردادها في الموعد المحدد لها. سؤال الثاني: ما المقصود بعالم الحياة البرزخية؟ الإجابة: الفترة الزمنية ما بين الموت والبعث. سؤال الثالث: ما حال المؤمن وحال الكافر عند الرحيل عند الموت؟ الإجابة: المؤمن تخرج نفسه سهلة تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء، رائحتها طيبة. أما الكافر فتخرج روحه من جسده بصعوبة وتوضع في مسوح من نار. سؤال الرابع: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي. يبدأ سؤال الميت بعد الفراغ من الدفن. صح: المؤمن يثبته الله تعالى عند سؤال الملكين. صح: الكفار والمنافقون قد يوفقون في الإجابة عن أسئلة الملكين. خطأ: القبر أول منزل من منازل الآخرة. صح: سؤال الخامس: ما الذنوب التي يعذب عليها العصاة في القبر؟ الإجابة: الكذب، الزنا، أكل الربا، الغيبة والنميمة. سؤال السادس: ما المنجيات من عذاب القبر؟ الإجابة: 1- الشهادة في سبيل الله تعالى، 2- الموت بداء البطن، 3- قراءة سورة تبارك، 4- الموت يوم الجمعة أو ليلتها. سؤال السابع: اكتب بعضا مما ينتفع به المسلم بعد موته. الإجابة: 1- الصلاة عليه، 2- الدعاء له بعد دفنه مباشرة، 3- الصدقة الجارية، 4- الصدقة من الأبناء، 5- الدعاء والاستغفار من سائر المسلمين. تابع مجال العقيدة. درس أهوال يوم القيامة. سؤال الأول: متى يبدأ يوم القيامة؟ الإجابة: يبدأ يوم القيامة بالنفخة الأولى في الصور. سؤال الثاني: ماذا يحدث بعد النفخة الأولى والثانية؟ الإجابة: النفخة الأولى يصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، وتسمى النفخة الأولى بنفخة الفزع. النفخة الثانية بعد مدة من الزمن من النفخة الأولى ينفخ النفخة الثانية فيسمعها كل من في القبور، فترجع الأرواح في الأجساد ويقوم الناس من قبورهم، وتسمى هذه النفخة نفخة البعث. سؤال الثالث: من الملك المكلف بالنفخ في الصور؟ الإجابة: هو إسرافيل عليه السلام، وهو أحد حملة العرش. سؤال الرابع: ما المدة التي تفصل بين النفختين؟ الإجابة: 40، ولم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها 40 يوما أو شهرا أو سنة. سؤال الخامس: أي يوم ينفخ في الصور؟ الإجابة: ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يوم الجمعة. سؤال السادس: كيف تكون رحمة الله بعباده المؤمنين قبل النفخ في الصور؟ الإجابة: يرسل عليهم ريحا باردة تقبض أرواحهم، فلا تقوم الساعة إلا على الأشرار. سؤال السابع: عدد التغيرات الكونية التي تحدث يوم القيامة. الإجابة: الأرض ترتجف وتتزلزل وتخرج ما في جوفها، الجبال تصبح مثل الصوف المنفوش تطيره الرياح وتمر مثل السحاب، 3- البحار تشتعل نارا ويخرج منها الحمم والكتل البركانية، 4- السماء تتناثر أجزاء السماء ويذهب صفاؤها وتنشق والكواكب تتغير وتنتشر، 5- النجوم تتغير وينطفئ نورها وتتناثر ويتغير نظامها، وقد كشف العلم أن للنجوم حياة طويلة تمر بمراحل، 6- الشمس تظلم ويذهب ضوءها ويجمع بعضها إلى بعض. سؤال الثامن: ما الذي يحدث للعالم بعد النفخ في الصور؟ الإجابة: أن كل المخلوقات ستفنى وتزول لأن حياتها محدودة، ويبقى الملك الجبار سبحانه وتعالى. سؤال التاسع: ماذا يجب على المسلم بعد أن عرف أن الحياة قصيرة ونهايتها الدمار؟ الإجابة:
أن يسلك الطريق الذي حدده الله له، وأن يجد في العبادة وأن يجد في العبادة وأن لا يتمسك بالدنيا. سؤال العاشر، علل. المخلوقات تفنى وتزول بعد النفخ في الصور. الإجابة، لأن حياتها محدودة. تابع مجال العقيدة، درس البعث بعد الموت وأهوال الحشر. سؤال الأول، ما المقصود بالبعث؟ الإجابة، هو إحياء الله الأموات يوم القيامة. سؤال الثاني، ما المقصود بالحشر؟ الإجابة، هو جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم. سؤال الثالث، من أهل الحشر؟ الإجابة، هم الجن والإنس والوحوش والطير. سؤال الرابع، كيف يكون مشهد الحشر؟ الإجابة، هو مشهد عنيف رهيب، فالحامل تسقط حملها والمرضع تهمل رضيعها. السؤال الخامس، ما صفة الحشر؟ الإجابة، يحشر الناس حفاة عراة لا كسوة عليهم، غرلا أي غير مختونين. السؤال السادس، ما صفة حشر الكفار؟ الإجابة، يحشر الكفار على وجوههم يوم القيامة. السؤال السابع، ما صفة أرض المحشر؟ الإجابة، أرض بيضاء لا عوج فيها، فهي مستوية وليست الأرض التي عشنا عليها. السؤال الثامن، كيف يكون حال الشمس يوم القيامة؟ الإجابة، تشتد حرارتها وتدنو من الرؤوس وتكون كمقدار ميل، ويكون الناس على قدر أعمالهم. السؤال التاسع، ما حال جهنم يوم القيامة؟ الإجابة، يكون لها تغيظ وزفير، وتأتي ولها 70,000 زمام. الزمام هو الممسك. سؤال العاشر، ما مدة يوم القيامة؟ الإجابة، مقدار يوم القيامة 50,000 سنة، ولطول هذا اليوم يظن الناس أنهم مكثوا في الدنيا ساعة، ولكن طول هذا اليوم يشعر به الكفار والعصاة، أما المؤمنون فهم في أمن من هذا الفزع. تابع مجال العقيدة، درس أحوال الناس يوم القيامة. السؤال الأول، ما أحوال المؤمنين يوم القيامة؟ 1. الفوز بمنابر النور. 2. رؤية الله تعالى يوم القيامة. 3. الاستظلال بظل الله تعالى عندما تدنو الشمس من الرؤوس. 4. الأمن من الفزع الأكبر، وهذا للمرابطين الذين يحرسون ديار الإسلام والشهداء. 5. تخير الحور العين، وذلك لمن كظم غيظه وصبر على الأذى. 6. ستر الله للعبد يوم القيامة، وذلك لمن ستر مسلما في الدنيا. السؤال الثاني، ما أحوال هؤلاء يوم القيامة؟ 1. مانع الزكاة. يتحول المال إلى صفائح من نار فيكوى ويعذب بها صاحبها. 2. المتكبر. يبعث الله في صورة ذليلة مهينة. 3. العاق لوالديه والمترجلة والديوث، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. السؤال الثالث، ما المقصود بالمترجلة والديوث؟ المترجلة هي المرأة التي تتشبه بالرجال، والديوث هو الذي يرضى بالفاحشة في أهله. السؤال الرابع، ما أحوال المشركين والكفار يوم القيامة؟ الإجابة، تتحول وجوههم إلى اللون الأزرق. 2. عجز الأوثان عن نصرهم. 3. عض الكفار أيديهم من الندم والحسرة. 4. تتبرأ الملائكة منهم. مجال الحديث الشريف، فضل صلاة الفجر. نص الحديث عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. سؤال الأول، ما معنى هذه الكلمات؟ 1. ذمة الله، معناها عهد الله. 2. فلا يطلبنكم، معناها لا يطلبنكم الله بشيء من حقه. 3. يكبه، معناها يلقيه على وجهه. السؤال الثاني، من راوي الحديث؟ الإجابة، هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي العلقي، نزل بالكوفة والبصرة ومات 70 هجرية. السؤال الثالث، ما جزاء من يصلي الفجر؟ الإجابة، يكون في ذمة الله تعالى وضمانه، فمن تعرض له بسوء عاقبه الله فألقاه في النار. السؤال الرابع، عدد بشارات من يصلي الفجر. الإجابة، 1.
تشهد له الملائكة. 2 يحميه الله ويحفظه. 3 يدخله الله الجنة. 4 يعصمه الله من النفاق. السؤال الخامس: ما أثر صلاة الفجر على صحة المسلم النفسية والبدنية؟ الإجابة: 1 القرب من الله تعالى. 2 الشعور بالطمأنينة. 3 تحسين عمل القلب. 4 إزالة التوتر والعصبية. 5 اكتساب اللياقة البدنية. السؤال السادس: كيف يحافظ المسلم على صلاة الفجر؟ الإجابة: 1 بالعزم الأكيد على القيام للصلاة. 2 البعد عن السهر. تابع مجال الحديث الشريف، حديث التمسك بالسنة. نص الحديث: عن العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وأن عبدا حبشيا، إلى آخر الحديث. السؤال الأول: ما معنى المفردات الآتية؟ موعظة معناها نصيحة، بليغة معناها مؤثرة، وجلت معناها خشعت، مودع معناها مفارق، النواجذ معناها الأضراس، ضلالة معناها البعد عن الحق، بدعة معناها ما استحدث في الدين وليس منه. السؤال الثاني: من راوي الحديث؟ الإجابة: العرباض بن سارية السلمي، أسلم قديما فهو رابع من أسلم، نزل بالشام ومات فيها سنة 75 هجرية في عهد عبد الملك بن مروان. السؤال الثالث: علل تأثر الصحابة لمواعظ الرسول صلى الله عليه وسلم واستجابتهم لها. الإجابة: لصفاء قلوبهم وعمق إيمانهم. السؤال الرابع: عدد وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق. الإجابة: 1 تقوى الله. 2 طاعة ولي الأمر. 3 التمسك بالسنة. 4 الحذر من الابتداع. السؤال الخامس: ما معنى التقوى وما فضائلها؟ الإجابة: التقوى هي فعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه. السؤال السادس: ما فضائل التقوى؟ الإجابة: فضائل التقوى: 1 هي سبب لمحبة الله عز وجل. 2 تيسير الأمور في الدنيا. 3 يكون الله مع المتقين. السؤال السابع: ما حكم طاعة ولي الأمر؟ الإجابة: واجبة. السؤال الثامن: ما حق الحاكم علينا؟ الإجابة: أن نطيعه ونسمعه. السؤال التاسع: ما حكم الخروج على الحاكم؟ الإجابة: حرام. السؤال العاشر: علل تحريم الخروج على الحاكم ولو كان عبدا حبشيا. الإجابة: لما يترتب على الخروج من إشاعة الفتن وسفك الدماء. 11 ما أثر طاعة ولي الأمر؟ الإجابة: تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد والتعدي على الفتن. السؤال الثاني عشر: ما السنة؟ الإجابة: هي كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. السؤال الثالث عشر: من الخلفاء المهديين الراشدين؟ الإجابة: هم الصحابة الذين خلفوا الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا ودعوة وجهادا. السؤال الرابع عشر: علل يجب اتباع سنة الخلفاء الراشدين؟ الإجابة: لكمال علمهم بالسنة وورعهم في الدين. السؤال الخامس عشر: رتب الخلفاء الراشدين حسب علمهم بالسنة الشريفة. الإجابة: 1 أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 2 عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 3 عثمان بن عفان رضي الله عنه. 4 علي بن أبي طالب رضي الله عنه. السؤال السادس عشر: ما المراد بالبدعة؟ الإجابة: هي ما أحدث في الدين مما لا أصل فيه. السؤال السابع عشر: عدد فوائد هذا الحديث الشريف. الإجابة: 1 لزوم تقوى الله عز وجل. 2 وجوب طاعة ولاة الأمر. 3 الإخبار عن الغيبيات. 4 اتباع الخلفاء الراشدين. 5 الحذر من الابتداع في الدين. تابع مجال الحديث الشريف، درس النهي عن البدع. الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. سؤال الأول: ماذا تعرف عن عائشة رضي الله عنها؟ الإجابة: هي عائشة بنت أبي بكر
تكنى بأم عبد الله وهي زوج الرسول صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها، روت عنه صلى الله عليه وسلم أكثر من 1210 حديثا، مات سنة 58 هجرية. السؤال الثاني، مما يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ الإجابة، يحذر من إحداث شيئا جديدا في الدين أو الشرع ما ليس أصلا من أصول الدين. السؤال الثالث، عرف البدعة. الإجابة، هي كل جديد مخترع في الدين مخالف للشريعة. السؤال الرابع، ما أسباب الوقوع في البدعة؟ الإجابة، هو الجهل بأحكام الدين واتباع الهوى. السؤال الخامس، ما مفاسد البدعة؟ الإجابة، 1- تؤدي إلى خلط الحق بالباطل. 2- التفرقة والاختلاف بين أفراد الأمة. 3- هي أقرب مداخل الشيطان للإنسان. السؤال السادس، ما جزاء المبتدع في الدين؟ الإجابة، يكون عمله غير مقبول ولا يؤجر عليه ويأثم صاحبه. السؤال السابع، ما اعتقاد الناس حول البدعة؟ الإجابة، اعتقاد الناس في البدعة نوعان، بدعة حسنة وبدعة سيئة. السؤال الثامن، كيف ترد على من يدعي أن في الدين بدعة حسنة؟ الإجابة، هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، والبدع كلها شر، وليست هناك بدعة مقبولة. السؤال التاسع، كيف يكون الخلاص من البدعة؟ الإجابة، هو الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال العاشر، اكتب 3 فوائد نستفيدها من الحديث السابق. الإجابة، 1- أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة. 2- أن الإسلام ينهى عن البدع في الدين. 3- البدع كلها شر. مجال السيرة النبوية، غزوة بدر سنة 2 هجرية. السؤال الأول، متى وقعت غزوة بدر وما مكانها؟ الإجابة، في 17 من رمضان سنة 2 هجرية، ومكانها جنوب غرب المدينة المنورة. السؤال الثاني، عدد الأسباب غير المباشرة لغزوة بدر. 1- الظلم الذي وقع على المسلمين في مكة. 2- منع أهل مكة لبعض المسلمين من الهجرة. 3- منع المسلمين من العمرة. السؤال الثالث، ما السبب المباشر لغزوة بدر؟ الإجابة، أراد المسلمون الاستيلاء على قافلة لقريش قادمة من الشام بقيادة أبو سفيان، وذلك لاسترداد أموالهم التي أخذها المشركون منهم عند الهجرة. السؤال الرابع، ماذا فعل أبو سفيان عندما علم أن المسلمين ينتظرونه، وماذا فعلت قريش؟ الإجابة، أرسل أبو سفيان إلى أهل مكة يطلب منهم الحماية، حمايته من المسلمين، وخرج أبو جهل على رأس جيش مقداره 1000 مقاتل. السؤال الخامس، كيف نجت قافلة قريش؟ الإجابة، عندما غير أبو سفيان مسيرة القافلة. السؤال السادس، ما موقف الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن علم بخروج قريش؟ الإجابة، استشار أصحابه في دخول المعركة فوجد فيهم الاستعداد. السؤال السابع، من قائل هذه العبارات وما المناسبة؟ 1- يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى إلى آخر المقولة، ولكن امضي ونحن معك. القائل هو المقداد بن عمرو. والمناسبة، عندما شاور الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في معركة بدر. 2- يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك، ولو استعرضت بنا البحر لخضناه معك. القائل هو سعد بن معاذ. السؤال الثامن، كيف استعد الرسول صلى الله عليه وسلم لمعركة بدر؟ الإجابة، نزل جيش المسلمين قريبا من العدوة الدنيا، ونزلت قريش بالعدوة القصوى، وأشار الخباب بن المنذر أن يتقدم الجيش عند قرب بئر، ثم يرد موت بقية الآبار، فيشرب المسلمون الماء ولا يشرب المشركون. السؤال التاسع، من أصحاب هذه المواقف؟ 1- صحابيان ردهم الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب صغر سنهما. الإجابة، البراء بن عازب وعبد الله بن عمر. 2- صحابي عمره 16 عاما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرده فبكى، فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم على مشاركته في القتال. الإجابة، هو عمير بن أبي وقاص. السؤال العاشر،
اذكر موقفا يدل على عدالة الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. الإجابة: عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعدل صفوف الجيش، رأى رجلا اسمه سواد قد خرج من الصف فوكزه، فقال له: لقد بعثك الله بالحق والعدل. فأبدى، فكشف الرسول عن بطنه فقبل بطنه. سؤال 11: عدد أسماء المبارزين من المسلمين والمشركين وما نتيجة المبارزة. من المسلمين كان حمزة رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، وعبيد بن الحارث رضي الله عنه. من المشركين كان عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة. ونتيجة المبارزة فوز المسلمين وانتصارهم. سؤال 12: كيف صارت معركة بدر؟ الإجابة: أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم حفنة من الحصباء واستقبل بها قريش ورماهم بها، فلم تجد من المشركين أحدا. تابع مجال السيرة النبوية. غزوة أحد. سؤال الأول: ما سبب غزوة أحد وما تحدثت؟ الإجابة: أرادت قريش أن تثأر لنفسها بعد هزيمة بدر، وكانت في العام الثالث الهجري. السؤال الثاني: ما موقف الرسول صلى الله عليه وسلم بعد علمه بخروج جيش المسلمين للقتال، وما رأي الصحابة؟ الإجابة: شاور أصحابه في البقاء بالمدينة أو الخروج لملاقاة المشركين، ورأى أن يبقى المسلمون متحصنين بالمدينة، ولكن كان رأي شباب الصحابة الخروج لملاقاة عدوهم، فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم على رأيهم. السؤال الثالث: كيف تصرف المنافقون قبل المعركة؟ الإجابة: رجع عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين بثلث الجيش. السؤال الرابع: وضح خطة الدفاع التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. الإجابة: استقبل الرسول صلى الله عليه وسلم بجيشه المدينة، وجعل خلف ظهره جبلا، واختار الرماة ليكون خلف الجبل لحماية ظهر الجيش، وكانوا 50 مقاتلا، وأوصاهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم النزول من الجبل. سؤال الخامس: كيف بدأت المعركة؟ الإجابة: بدأت بمبارزة بين طلحة بن أبي طلحة المشرك، وهو أشجع فرسان قريش، وبين زبير بن العوام، وقتل الزبير طلحة. سؤال 6: من حواري الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة: هو الزبير بن العوام. سؤال 7: من أسد الله ومن الذي قتله في معركة أحد؟ الإجابة: أسد الله هو حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وقد قتله غيلة وخداعا عبد اسمه وحشي. سؤال 8: من غسيل الملائكة ولماذا سمي بهذا الاسم؟ الإجابة: هو حنظلة ابن أبي عامر، وسمي غسيل الملائكة لأنه كان حديث عهد بالعرس، فلما سمع بالخروج إلى الجهاد قام وترك عرسه. سؤال 9: ما أسباب هزيمة المسلمين في بداية المعركة؟ الإجابة: ما قام به الرماة من مهاجمة فرسان المشركين والقتال المميت لجنود الله. سؤال 10: لماذا نزل الرماة من فوق الجبل؟ الإجابة: نزلوا لجمع الغنائم مع المسلمين، وظنا منهم أن النصر قد تحقق. سؤال 11: ما موقف قائد الرماة؟ الإجابة: قائد الرماة هو عبد الله بن جبير، ذكر أصحابه بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الأغلبية لم يطيعوه. سؤال 12: ما الدور الذي قام به خالد بن الوليد؟ الإجابة: انتهز نزول الرماة وصارع إلى جبل الرماة ليكون خلف جيش المسلمين، فقتل من بقى من الرماة، ومنهم عبد الله بن جبير. السؤال 13: ما موقف الرسول صلى الله عليه وسلم بعد تطويق خالد بن الوليد لجيش المسلمين؟ الإجابة: كان الرسول صلى الله عليه وسلم معه 9 من أصحابه، وكان بإمكانه أن يتحصن وينجو، ولكنه خاطر بنفسه ونادى على المسلمين ليجتمعوا، فاجتمع المسلمون حوله وبدأ القتال، وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ينسحب بين شعاب الجبل. السؤال 14: وضح بطولات الصحابة في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. الإجابة: كان الصحابة يحمون الرسول صلى الله عليه وسلم بأجسادهم، وكان حوله 9 نفر، قتل منهم 7، ولم يبق إلا سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبد الله بن عبيد الله، وقد أصيب النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وشجت رأسه. سؤال 15: لمن قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه العبارات: ارمي فداك أبي وأمي؟ قالها لسعد بن أبي وقاص.
من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى فلان، قالها لطلحة بن عبيد الله. سؤال 16، من قائل هذه العبارة ولمن قيلت بأبي أنت وأمي لا تشرق يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك؟ القائل هو أبو طلحة بن عبيد الله، قالها للرسول صلى الله عليه وسلم. سؤال 17، ما نتائج معركة أحد؟ الإجابة استشهاد 70 رجلا من المسلمين، قتل 22 من المشركين، هزيمة المسلمين. سؤال 18، ماذا تعرف عن غزوة حمراء الأسد؟ الإجابة هي جزء من غزوة أحد، طارد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم جيش المشركين وسار وأصحابه حتى وصلوا حمراء الأسد. سؤال 19، علل قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بمطاردة المشركين رغم هزيمة المسلمين. الإجابة لاسترجاع هيبة المسلمين وحتى لا يعود المشركون لغزو المسلمين. سؤال 20، اذكر 3 من العبر التي يمكن استخلاصها من غزوة أحد. الإجابة 1، أن طاعة الجنود لقائدهم تجلب النصر. 2، كشف الله أمر المشركين. 3، شجاعة الصحابة وتضحيتهم بأنفسهم. تابع مجال السيرة النبوية، صلح الحديبية وفتح مكة. سؤال الأول، ما عدد المسلمين الذين خرجوا من مكة قاصدين العمرة عام 6 هجرية؟ الإجابة كان عددهم 1400 مسلم. سؤال الثاني، ما موقف قريش من الرسول بعد عزمه على العمرة؟ الإجابة منعته أصحابه من دخول مكة وأرسلوا خالد بن الوليد مع 200 فارس ليرابط في الطريق المؤدية إلى مكة. سؤال الثالث، كيف تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم بعد منعه من دخول مكة؟ الإجابة سلك طريقا آخر غير الذي عسكر فيه خالد بن الوليد بأقصى الحديبية، ثم أرسل عثمان بن عفان يتفاوض مع قريش. سؤال الرابع، ما سبب بيعة الرضوان؟ الإجابة بسبب ما أشيع عن مقتل عثمان بن عفان بمكة، فقد تجمع المسلمون وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة على القتال حتى الموت. علل تسمية بيعة الرضوان بهذا الاسم. الإجابة لأن الله تعالى رضي عنهم. سؤال السادس، ما موقف قريش بعد علمهم ببيعة الرضوان؟ 6، الإجابة أرسلت سهيل بن عمرو إلى المسلمين للتفاوض وإبرام الصلح. سؤال السابع، ما أهم بنود صلح الحديبية؟ 1، عدم دخول المسلمين مكة وتأجيل العمرة للعام القادم. 2، وقف الحرب لمدة 10 سنين. 3، أن يرد المسلمون إلى قريش ممن يأتيهم، ولا ترد قريش إلى المسلمين من يأتي إليهم. سؤال الثامن، عدد نتائج صلح الحديبية. الإجابة تفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم لنشر الدعوة. 2، دخول كثير من العرب الإسلام. 3، فتح مكة. 4، تفرغ الرسول لغزوة خيبر. سؤال التاسع، ما أسباب فتح مكة؟ الإجابة نقض قريش العهد مع الرسول، فأرسلوا أبو سفيان إلى المدينة يطلب تجديد المعاهدة. سؤال العاشر، كيف استعد الرسول صلى الله عليه وسلم لدخول مكة؟ الإجابة جهز الرسول صلى الله عليه وسلم جيشه وبلغ 10,000 مقاتل، ونزلوا قريبا من مكة في وادي فاطمة. سؤال 11، ما سبب إسلام أبو سفيان؟ الإجابة أسلم بعد ما شاهد من قوة المسلمين، وقد طلب الأمان لقريش. سؤال 12، ما الحيلة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ليظهر الأهل مكة قوة المسلمين وكثرة عددهم؟ الإجابة أمر الجيش بالتفرق وأن يشعل كل واحد منهم نارا. سؤال 13، كيف دخل المسلمون مكة؟ الإجابة قسم الرسول صلى الله عليه وسلم الجيش وأمرهم ألا يقاتلوا إلا من يقاتلهم، فدخل الجيش دون قتال إلا جيش خالد بن الوليد الذي لقي بعض المقاومة فانتصر عليها. سؤال 14، ما موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل مكة بعد الفتح؟ الإجابة عفى عنهم، وكان هذا سببا في دخولهم الإسلام. سؤال 15، بما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد دخول مكة؟ الإجابة أمرهم أن يحطموا الأصنام. سؤال 16، أكمل الفراغ التالي، بعد أن فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة
دخل دار مهان بنت فراغ فاغتسل وصلى فراغ ركعات. الإجابة: دخل دار مهان بنت أبي طالب فاغتسل وصلى 8 ركعات. سؤال 17: دع علامة الصح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي. 1. بايع الرسول صلى الله عليه وسلم النساء قبل الرجال يوم الفتح. خطأ. أهدر الرسول صلى الله عليه وسلم دم هند زوجة أبي سفيان ولم يقبل العفو عنها. خطأ. العفو والصفح من العبر التي تستفاد من الفتح. صح. دخل معظم أهل مكة في الإسلام بعد الفتح. صح. سؤال 18: عدد نتائج فتح مكة. الإجابة: سقوط أكبر قلاع الشرك في الجزيرة. 2. انتشار الإسلام في عموم الجزيرة العربية. 3. دخول معظم أهل مكة في الإسلام. مجال الفقه. درس: الزكاة تحقق العبودية لله تعالى. سؤال الأول: هل يكفي للمسلم أن ينطق بالشهادتين؟ الإجابة: لا، لا يكفيه، وإنما عليه أن يبادر إلى الأعمال الصالحة والعمل ببقية الأركان. السؤال الثاني: ما الحكمة النفسية من الزكاة؟ الإجابة: إدخال الفرح والسرور على الفقراء وشعور المعطي بالفرح رجاء الأجر والثواب. السؤال الثالث: ما الحكمة الأخلاقية من الزكاة؟ الإجابة: هي تدريب النفس على البذل والعطاء ومجاهدة النفس. السؤال الرابع: ما الحكمة الاجتماعية من الزكاة؟ الإجابة: هي غرس المحبة في قلوب الفقراء تجاه الأغنياء واستقرار الأمن في المجتمع وتقوية الروابط. السؤال الخامس: كيف تحقق الزكاة العبودية؟ 1. تزيد إيمان المسلم بربه. 2. تطهر المسلم من البخل والشح. 3. الزكاة متممة للإسلام والإيمان. السؤال السادس: الزكاة من صور العدالة الاجتماعية، ناقش هذه العبارة. الإجابة: الزكاة تحارب الفوارق بين طبقات المجتمع، والزكاة تحقق التكامل الاجتماعي. تابع مجال الفقه. الزكاة حكمها وفوائدها وأنواعها. 1. عرف الزكاة. الإجابة: هي نصيب مقدر شرعا في مال معين لصرف لطائفة مخصوصة. السؤال الثاني: ما حكم الزكاة وما دليلها؟ الإجابة: الحكم فريضة واجبة على كل مسلم، والدليل على وجوبها: 1. آيات قرآنية كثيرة تأمر بإخراجها. 2. أنها الركن الثالث من أركان الإسلام. السؤال الثالث: ما أثر الزكاة على المال وعلى صاحب المال؟ الإجابة: تطهر المال وتنميه، وتطهر صاحب المال من البخل والذنوب. السؤال الرابع: ما حكم مانع الزكاة؟ الإجابة: إذا منعها معتقدا وجوبها ولكنه منعها بخلا فهو مسلم عاصم. 2. إذا منعها وهو منكر أنها فرض هو كافر. سؤال خامس: ما فوائد الزكاة؟ 1. تنشر المحبة بين أفراد المجتمع. 2. تعود المسلم على البذل والعطاء. 3. تشعر المسلم بالمسؤولية تجاه الفقير. السؤال السادس: ما الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ 1. بهيمة الأنعام التي مثل الإبل والبقر والغنم. 2. الزروع والثمار. 3. الذهب والفضة والنقود. 4. عروض التجارة، وهي كل ما أعد للبيع والشراء. السؤال السابع: متى تجب الزكاة في هذه الأموال؟ 1. الأنعام: تجب إذا كانت سائمة ترعى في الصحراء وجبت فيها الزكاة. 2. الذهب والفضة: تجب الزكاة فيها بمرور عام، اللي هو حولان الحول. السؤال الثامن: ما حكم زكاة الفطر؟ الإجابة: واجبة. السؤال التاسع: لماذا سميت زكاة الفطر بهذا الاسم؟ الإجابة: لأنه سبب وجوبها الفطر من رمضان. السؤال التاسع: ما الحكمة من زكاة الفطر؟ 1. تطهير للصائم من اللغو والرفث. 2. إطعام الفقراء والمساكين. 3. إطعام الفقراء والمساكين. 4. شكر الله على النعمة. السؤال العاشر: متى تخرج زكاة الفطر؟ الإجابة: تخرج قبل صلاة العيد، ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيومين أو يوم، ويخرجها المسلم عن نفسه ومن تلزمه نفقته مثل زوجته وعياله.
سؤال 11: ما مقدار زكاة الفطر؟ الإجابة: مقدارها صاع من غالب قوت أهل البلد. تابع مجال الفقه. درس: المستحقون للزكاة وشروط إخراجها. سؤال الأول: كيف يشكر المسلم ربه على نعمة المال؟ الإجابة: بإخراج زكاة هذا المال وبالإنفاق في سبيل الله. سؤال الثاني: ما أثر الإنفاق وما ثوابه؟ الإجابة: الإنفاق له أثر عظيم على صاحبه، فهو يضاعف المال والأجر وبه تدوم النعمة. سؤال الثالث: من المستحقون للزكاة؟ الإجابة: 1- الفقراء، وهم الذين ليس لديهم مال يكفي حاجتهم الضرورية. 2- المساكين، وهم الذين يملكون المال الذي لا يكفيهم. 3- العاملون عليها، وهم العمال والجباة، الجباة أي الجامعون للزكاة. 4- المؤلفة قلوبهم، وهم الجماعة الذين يرجى سلامتهم. 5- في الرقاب، وهم العبيد. 6- الغارمون، وهم من عليهم ديون لا يستطيعون سدادها. 7- في سبيل الله، وهم المجاهدين. 8- ابن السبيل، وهو المسافر البعيد عن بلده. السؤال الرابع: ما شروط وجوب الزكاة؟ 1- النية. 2- الإسلام. 3- ملك النصاب. 4- أن يكون المال مملوكا لصاحبه. 5- دوران الحول أي مرور عام. سؤال خامس: من الذين لا يجوز دفع الزكاة لهم؟ 1- الكفار. 2- بنو هاشم. 3- الآباء والأمهات. 4- الزوجة والأبناء. سؤال السادس: علل ما يأتي. 1- من شروط الزكاة ملكية المال. السبب: لأنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيما لا يملكه. 2- لا تجوز الزكاة لبني هاشم. السبب: لأن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ولأنها أوساخ الناس. 3- لا تحل الزكاة للآباء والأمهات والزوجات. السبب: لأنه جلب النفع للنفس. سؤال السابع: ما حكم صدقة التطوع؟ الإجابة: مستحبة، وقد ورد كثير من الآيات والأحاديث توضح فضل صدقة التطوع. المجال التهذيب. الدرس: حسن الظن. 1- عرف حسن الظن. الإجابة: هو اعتقاد جانب الخير وترجيحه على جانب الشر فيما يتحمل الأمرين. السؤال الثاني: ما أقسام حسن الظن؟ الإجابة: ينقسم إلى قسمين: حسن الظن بالله تعالى، حسن الظن بالمؤمنين. السؤال الثالث: متى يكون المسلم حسن الظن بالله تعالى ومتى يسيء الظن به؟ الإجابة: إذا كان مطيعا له محسنا فإنه يحسن الظن به، أما المصر على الظلم والكبائر فإنه يسيء الظن بالله. السؤال الرابع: ما الذي يؤدي إليه حسن الظن مع المؤمنين؟ الإجابة: يؤدي إلى سلامة الصدر ونشر المودة والمحبة بين الناس. السؤال الخامس: عدد الوسائل المعينة على حسن الظن. الإجابة: دعاء الله بالعون على حسن الظن. 2- أن تضع نفسك مكان الشخص الذي أمامك. 3- التماس الأعذار للآخرين. 4- تجنب الحكم على النيات لأن محلها القلب. السؤال السادس: عدد ثمرات حسن الظن. الإجابة: طريق الموصل للجنة. 2- نشر المحبة. 3- حفظ أعراض المسلمين. السؤال السابع: عرف سوء الظن. الإجابة: هو اعتقاد جانب الشر وترجيحه على جانب الخير فيما يحتمل الأمرين. السؤال الثامن: ما أقسام سوء الظن؟ 1- سوء الظن بالله وهو من الكبائر. 2- سوء الظن بالمسلمين. تابع مجال التهذيب. درس: حب العمل واحترامه. السؤال الأول: ما موقف الإسلام من العمل؟ الإجابة: دعا الإسلام إلى العمل النافع وجعل ذلك عبادة له. السؤال الثاني: ما أقسام العمل؟ الإجابة: العمل المتعلق بالدين من عبادات وطاعات. 2- العمل المتعلق بالدنيا من كسب للرزق والحصول على المال. السؤال الثالث: ما فضل العمل؟ الإجابة: العمل له فضل عظيم وإن كان بسيطا، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون بالتجارة والزراعة والرعي. السؤال الرابع: من قائل هذه العبارة وعلى ما تدل وما القيمة السلوكية فيها؟
لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني. الإجابة: القائل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتدل على السعي وطلب الرزق والقيمة العمل. سؤال خامس: عدد بعض آداب العمل. 1- ملازمة ذكر الله تعالى. 2- حسن النية. 3- طلب العمل الحلال وتجنب الحرام. 4- أداء الفرائض مع العمل. سؤال السادس: ما مكانة العمل في الإسلام؟ الإجابة: العمل هو وسيلة الكسب الحلال. 2- العمل طريق النجاح. 3- العمل عبادة. سؤال السابع: ما ثمرات إتقان العمل؟ الإجابة: الأجر والثواب من الله. 2- زيادة الإنتاج والربح. 3- الحصول على ثقة الناس. سؤال الثامن: عرف البطالة. الإجابة: هي ترك العمل مع القدرة عليه. سؤال التاسع: ما مضار البطالة؟ الإجابة: تجلب للإنسان الذل. 2- تفتح أبواب الشر. 3- تفتح أبواب الفراغ الذي لا يأتي منه إلا الشر. تابع مجال التهذيب درس القدوة الصالحة الحسنة. س1: قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. من الموصوف في الآية السابقة، وعلام يدل هذا الوصف، وما القيمة؟ الإجابة: الموصوف هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والوصف يدل على تميز الرسول صلى الله عليه وسلم بأحسن الخلق، والقيمة حسن الخلق. سؤال الثاني: صف أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته ومع أهله. الإجابة: كان كريم العشرة مع أزواجه، وكان يمازح ويعامل بالود والعطف والرحمة. سؤال الثالث: عدد الصفات المميزة للقدوة الحسنة. الإجابة: 1- الصدق. 2- الحياء. س4: ما الصدق؟ الإجابة: هو استواء السر والعلانية والباطن والظاهر. سؤال خامس: ماذا يعين على الصدق؟ الإجابة: مصاحبة الأخيار. 2- تذكر عقاب الله شديد. سؤال السادس: ما معنى الحياء؟ الإجابة: هو خلق يبعث على ترك القبح ويمنع من التقصير. سؤال السابع: عدد أمثلة لانعدام الحياء. 1- التدخين للرجال والنساء. 2- ترك المسلم الأمر بالمعروف. 3- شهادة الزور. 4- السرعة العالية في الطرقات. سؤال الثامن: كيف تكسب خلق الحياء؟ الإجابة: مخالطة الصالحين. 2- تقوية الإيمان. سؤال التاسع: ما أثر الأصدقاء؟ الإجابة: للأصدقاء أثر عظيم على الإنسان، فإذا كان صديق صالحا أعان صديقه على الطاعة وفعل الخير والبعد عن المعصية وفعل الشر، وإذا كان الصاحب سيء الخلق فاسدا جر صاحبه إلى الهلاك والفساد. مجال الثقافة الإسلامية درس مقاصد الشريعة الإسلامية. سؤال الأول: ما المقصود بالكليات الخمس؟ الإجابة: هي الدين والنفس والعرض والعقل والمال. سؤال الثاني: ما موقف الشريعة الإسلامية تجاه الكليات الخمس؟ الإجابة: أمرت الشريعة الإسلامية بحفظ ورعاية هذه الضروريات الخمس. سؤال الثالث: علل أمرت الشريعة الإسلامية بالمحافظة على الدين. الإجابة: لأنه ينظم علاقة الإنسان مع نفسه وربه والآخرين. سؤال الرابع: ما الدين الذي يقصد الله المحافظة عليه؟ الإجابة: هو الدين الإسلامي. سؤال الخامس: ما الذي شرعه الله لحفظ الدين؟ الإجابة: شرع الجهاد في سبيل الله. 2- شرع حد الردة. سؤال السادس: ما الذي شرعه الله تعالى لحفظ النفس؟ الإجابة: شرع الزواج وحث على التناسل. 2- نهى عن الانتحار وتعريض النفس للهلاك. 3- حرم قتل الآخرين. سؤال السابع: ما المقصود بحفظ العرض؟ الإجابة: حفظ النسل بأرقى الوسائل، وهو الزواج، حتى لا تختلط الأنساب. السؤال الثامن: ما الذي شرعه الله لحفظ العرض؟ الإجابة: الأمر بغض البصر. 2- تحريم الخلوة بالأجنبية. 3- الالتزام بالحجاب الشرعي للمرأة. 4- تحريم الزنا. 5- تحريم القذف. السؤال التاسع: علل لما يأتي. 1- تحريم الزنا. السبب: لما فيه من العار واختلاط الأنساب وتفشي الأمراض. 2- الأمر بغض البصر. السبب: لأن البصر طريق إلى الزنا. سؤال العاشر: ما أعظم منحة منحها الله عباده؟ الإجابة: العقل. سؤال الحادي عشر: ما الذي شرعه الله لحفظ العقل؟ الإجابة:
تحريم شرب الخمر لما فيه من المفاسد وضياع العقل. سؤال 12: ما الذي شرعه الله لحفظ المال؟ الإجابة: تحريم السرقة. 2: النهي عن كسب الحرام. 3: الأمر بالعمل والسعي لتنمية المال. تابع مجال الثقافة الإسلامية. درس محاسن الإسلام. سؤال الأول: عرف الإسلام. الإجابة: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. سؤال ثاني: ما حاجة البشر إلى الإسلام؟ الإجابة: الناس في حاجة ملحة إلى الإسلام لأنه نظام يكفل لهم السعادة في الحياة، ولم يترك الإسلام أمرا من أمور الخير إلا وأمر به، ولم يترك شرا إلا ونهى عنه. سؤال الثالث: علل لما يأتي. 1: الإسلام أكثر الأديان عناية بالإنسان. السبب: اعتنى بحياته المادية والروحية والاجتماعية وهذب نفسه. 2: الإسلام يجيب عن تساؤلات النفس البشرية. السبب: لأنه من عند خالق الإنسان الذي يعلم طبيعة البشر. سؤال الرابع: ما معنى لا إله إلا الله؟ الإجابة: أي لا معبود بحق إلا الله. سؤال الخامس: اذكر بعض مظاهر عبودية العبد لله. الإجابة: الخضوع والتذلل والتوكل على الله. سؤال السادس: ما خصائص الإسلام؟ الإجابة: أنه من عند الله تعالى. 2: محفوظ من الضياع. 3: شامل لجميع جوانب الحياة. 4: اليسر والسهولة. 5: صالح لكل زمان ومكان. ملاحظة مهمة: هذه الأسئلة لا تغني بأي حال من الأحوال عن الكتاب المدرسي، فهو المرجع الأساس للمعلم والمتعلم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.